السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم خوتي. اليوم فيديو جديد على اساسين كريد اوديسي. الجماعة اللي حبست ومازال ما لقاتش كيما نقولوا وين يلقاو الطائفة، اعضاء الطائفة، في هذا الفيديو راح نوريكم الطريقة الوحيدة التي يمكنك ان تجد فيها اعضاء طائفة اوزموس كلها. تابعوني بعد الفاصل. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بون، عدنا اليكم بعد الفاصل، راح نوريكم كيفاه. شوفوا يا جماعه كيفاه. بون، تروح تدخل الميني، تدخل اعضاء الطائفه، معروفه الحاله. بون، هذه هي اعضاء الطائفه. بون، اول حاجه بو الاعضاء الطائفه. بون، كاينين هادو الاعضاء اللي جايين كيما هكا، هادو حمراء رانا قضيت عليهم، سي بون. أو هادو عندهم أدلة وين رايح تلقاهم. مثلا أنا نحوس كيما هذا، مازال ما لقيتوش، هذا اللي راه نشوف فيه مازال ما لقيتوش. واش قالك؟ قالك الدليل باش تلقاه إن إضعاف جزري سب شجر سكوس إلى معركة بحرية. هنا كاين الدليل تاع إن إضعاف جزر سب شجر سوكس الى معركة بحرية. بون، حنا نشوفو هاد الجزر وين جايين باش نلقاو سب شجر. اه، ما كانش. جوز سب سيجر، يا ربي وراهم مزاد نسيوس. منا هنا ماشي زوجر، كافالونيا هذي معروفة، ويبيا جوز سب سيجر. بو هنايا اندروس، جزر متحجرة، جزر هيفاء، جزر أبيتيش، أديتوس، جزر قرصان، جزر سبس. بون، هذا هما جزر سبس. بون، هنايا كاينه معركة بحرية راح تقوم هنايا. جزر السبس، هنايا جزر السبس، وهنا ثاني جزر السبس، هذه ثاني جزر السبس. اسمع، هنايا كاينه جزر السبس، وهذه ثاني جزر السبس. اوه، هذا كامل جزر السبس. بون، حنايا نروحو للبلايص اللي ما عرفناهمش، كيما نقولو غير مكتشفين. راح يورينا كواش مكاين ميسيون راح فوتوها ولا لا. بون، راني في بلاصة ما قدرتش ندير التزامن، نروحو منا. بون، نروحو نديرو التزامن دركا. التزامن تاعنا نروحولو جزر شبس، هذي هما جزر شبس. بون، حنا عندنا المزامنة، نديرو المزامنة تاعنا ونرجعو بعد تحميل. بون، بعد ما تم التحميل رجعنا نعطو هنا. بون، بالنسبة لهنا في جزر السبز، هنا يقولك إضعاف قوتهم، يعني راه يقصد بالقادة تاع الآخر نقتلو في أحسن الحسن، وكاينة معركة راح تصرى نمامو. كي نقراو هنايا في الدليل تاعو، إن إضعاف جزر الشبس سيجر سوكوس إلى معركة بحرية، واللي هو سوكوس اللي هو الله أعلم القائد هنايا. هذه ثاني تبع الآخر، إلى معركة بحرية. هنايا المعركة البحرية. بون، إضعاف جزر هنايا، واش راح نديرو؟ إضعاف أول حاجة راح نديروها على كل حال، نروحو نكتشفو المواقع هذو.
فمن يجر سوكوس، سوكوس اللي هو قائد الله أعلم، حاولوا نقضي على هذا القائد. أول حاجة نحاول نقضي على هذا القائد، أيوا سيجر سوكوس، نحاولوا نحوس عليه ونقضي عليه. وهذا القائد هذا كيشغل كين كيقول لك سيضعف، سيجره إلى معركة بحرية. كي نقضي على هذا القائد هذا راح نضعف قوات تاع الآخر. نروحو ليبان هنا، مازال ما اكتشفناش، راح نكتشفوه ونقضوا عليه. دوكا هنا الحالة راه ملغمة، نروحو منا. I should watch my step around here. ما تلعبوك نتسلو. ها هو كا القائد الذي لم نكتشف. راه يمشي ما فهمتش انا علاه ما جاش تاع ايوا تم اكتشاف قائد زعيم بي سي كنوس. اها يور ماين. انا تحرض للزعيم. جا القائد تاعهم بنفسه بعد. نعم نقضي عليه. هيا راح تلعب دولية. هيا سمطها. فكنا من مشاكل مهمة لنا على هذا، قدينا ختم الفصل. درنا الحاجة الأولى، أيوا بون، راح يجرهم إلى معركة بحرية. إكزاكتومو، راح نديرو مجند غزو أو نسطورة معارك الغزو، صعب التحدي. ينضم إلى سبارتون في معركة لغزو جزر الباستر، ستحصل على قطعتين من العتاد الفريد لدى مسامعه. نروحو لازمنا دركا المعركة هذه، نروحو مع لسبارتون. أوه نحصل على قطعتين ولا نضم ولا نخش، يقولو لنا ثاني. أوه عادي معارك الغزو، ينضم إلى أثينا للدفاع على جزر الباستر، ستحصل على قطعتين من العتاد الفريد لدى مساعدتهم على تأمين أراضيهم. وراح نغزو هنا، يعني نغزو ديريكت في كون المساعدة تاعهم.
إلى معركة بحرية. هنا رايحين نشوفون نشاركوا مع الإسبارتن ونشوفوا كيف رايحين نلقى والدليل تاع سبارتا is attacking Athenian ships. Maybe you will consider sailing with my forces. شوفوا شو راه يقول. Sparta has my ship and my فيجرهم إلى معركة حربية. هنا رايحين نديروا حرب في البحر. هنا كي نربحوا في هذه الحرب بإذن الله راح نلقاو عضو الطائفة اللي راح مجهول لحد الآن. افتح تشفى عضو الطائفة الجديد. شفتوا كيف لقيناه؟ قال لك اضعف قوات الجزر الجبس. رحنا الجزر الجبس وشكون اللي صاحب القوة تاعو؟ وهم القدات والعصي والسموم. كي تقضي على القائد وتقضي على الاخر راح تتوجه المعركة. هنا كي نلقاو المعركة لقينا هذا السيد تاع الطائفة راح يفتح لنا هنا الاخر وراح ينقضي عليه الان كيما شفتوا قدامكم. وشفنا كيف عرفنا الاعضاء الاخرين كيما نشوفوا اعضاء الى كتلنا هذا راح يعطينا دليل على هذا. إذا قتلنا هذا راح يخرجنا هذا دليل عليه. وإذا قتلنا هنا خرجنا كي قتلنا هذا خرجنا دليل على هذا. غرقت سفينة عضو الطائفة في أطلال شمال ثيرة. شمال ثيرة لازم نروح أطلال شمال ثيرة وراح نلقاو أعضاء الطائفة. بون هنا رانا لقينا واحد العضو جديد باسكو قتلنا هذا كامل خرجنا عضو جديد هنا تاع طائفة. باش نلقاو الرئيس تاعهم لازم نقضوا على هادو ثلاثة اللي بقاو خمسة. باش نلحقوا لهذا لازم نقضي على هذا ونقضي على هذا. هذا اللي راح يخلينا نكتشفوا اعضاء طائفة الاخرين. وكيف كيف هنايا عندنا دليل هناك معلومات عن عضو طائفة في منجم الفضة في اتيكا. تروح لاتيكا جزيرة اتيكا ولا ما نعرف وتلقى منجم فضة. اما الاخرين كل تبان لي راهم كتلقاهم صدف صدف باش راح تتعب فيهم. كيما هذا كان في واد الذئاب في غابة متخبي. وهذه الطريقة راح تلقى بها كل أعضاء الطائفة إن شاء الله. راح نقضوا الزعيم تاع هذا الطائفة. هذا مش زعيم راح نقضوا على هذا وراح تشوفوا بعينكم راح يخرج لنا هذا ويخرج لنا دليل عليه باش نقضوا عليه. نبدأ بون شوفوا وراها محطوط في الخريطة يعني اكتشفناها. شفتوا كيفاها في سفينة هنا بان كل وراه نورمال عادي جدا. بهذه الطريقة راح نقضوا على أعضاء الطائفة كامل بكل سهولة. كي تقعد الدور 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 ما تعرفش كيف تلقاهم بس بهذه الطريقة راح تلقاهم كومبلي وما تعرفش كل تلقاهم واحد تلو الآخر. هنا رانا مع الإسبارتين لازم نحارسوا في الأثينيين. Ready for show! Ready for show!
غير كنقضوا على ال تابع الطائفة في معركة الغزو هذه. أرواح الرجل الطائفة أرواح شيء كان الأول بعد أرواح مايا وفي كده أفراد يجب في خيم كده بون. شفت كي يقضينا على رجل الطائفة هذا راح يخرج لنا واحد آخر. بون تبعوني هنا هاهي خرجنا هذا وراح نكتشفه. بون لقضينا عليه هو هذا هاهو اللي راكم تشوفوه سكوس. ثم القضاء على سكوس خرجتنا هذه. في خرجتنا هذه نقدروا نكشفوا القناع نتاعها. وإلا كشفنا القناع نتاعها I killed Poseidon with his own trident and threw his fucking head to the sharks. شفنا القناع تاعها راح نلقاها في الخريطة إن شاء الله. شوفوا نديروا الخريطة نتبعوا الراهي دوك إن شاء الله نلقاها. وخلي نكملوا المعركة. كي تكمل المعركة تبان في الخريطة تاعها نورمال مو تبان عادي جدا. مانيش عارف وين بلاصة راح نلقاها مي راح تبان لك في الخريطة وتروح لها وتقتلها نورمال. بون الى هنا انت ما حبيناش نطولكم في الفيديو برك اعطيتكم اللمحه كيفاه راح تلقاو اعضاء المنظمه باش ما تتعبوش فيهم باسكو كاين بزاف تعبوا باش يلقاهم. هذه هي الطريقه السهله والبسيطه باش تلقاهم. بون قبل ختام الفيديو ندعوك الضغط على زر لايك اذا عجبك الفيديو والاشتراك في القناه اذا لم تكن مشترك في القناه وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.